عمي اتفضل. مساء الخير يا حسن. مساء النور. خير؟ في حاجه؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه، انا بسال انا وما جاليش نوم، وبطلب ريتال وشاهد ما بيردوش، قلت اما اجي اطمن ودردش معاك شويه. ما تقلقيش هما كويسين. تعالي تعالي نقعد. اتفضلي. عارف ان انت غالي عندي قوي يا حسن، بصراحة بقى انا جاية عشانك انت. أموريني. عايزة اوصيك على ريتال. مرات عمي. ريتال قبل ما تكون مرتي هي بنت عمي. عشان خاطر عمي عبد الله انا استحمل منها اي حاجة. واحطها في عيني كمان. وعشان خاطرك انت انا اشيلها جوا قلبي. والله يا ابني ما عارف اقول لك ايه. اقول لك انسى اللي فات، صعب قوي الواحد ينسى. بصراحه يا حسن في كلام جوايا مش عارف اقوله لحد غيرك. انت الوحيد اللي ممكن تسمعني وتفهم كلامي كويس. وانا هسمعك للصبح. اقول لك احنا نعمله شاي ولا اعمل لك قهوه؟ طب قول لي بقى اقول ايه بعد الكلام الحلو ده؟ انت مرات عمي وفوق دماغي من فوق، واللي انت هتقوليه انا تحت امرك فيه. عايز توصيك على بناتي يا حسن، وخصوصا الريتال. شهد مخها كبير وعارفة هي بتعمل ايه ورايحة فين وجاية منين. وزينب ما شاء الله عليها عاقلة وراسية ومروان في ظهرها. ريتال طايشة ومجنونة وعقلها قد كده اهو، بس والله طيبة وغلبانة. ريتال ام ولدي عبد الله الله يرحمه، اللي كان عندي أغلى من أي حاجة في الدنيا دي. عشان خاطر عبد الله أنا أشيلها فوق دماغي من فوق وأحطها في نين عيني من جوه. بصراحة كده أنا خايفة من اللي جاي، مش عارفة القاضي هيحكم عليا بإيه، ولا عارفة مصيري هيبقى عامل إزاي. ما تخافيش، أنت بس اسمعي كلامنا. بسمع كلامكم كلكم. ما باليد حيلة يا ابني. اطمني يا مرات عمي، احنا كلنا معاكي. يا ريت الكلمة دي اتقالت من زمان. ما كانش المشاكل والعند فرفطنا زي حب الرمان، كل حباية في ناحية. حسن انت ومروان يا حبيبي في ايديكوا الدفة، تقدروا تقدفوا لغاية لما توصلوا العيلة دي كلها لبر الأمان. وياريت ترجعوا البيت الكبير كبير زي الأول بهيبة عبد الجواد اللي الناس كلها كانت بتحبه وبتعمل له ألف حساب. والكبير دايما يا حسن بيشوف الصغير محتاج ايه ويقف جنبه ويساعده. حبيبي كانك شايفة حسن صعب انه يسامح. مش واخدة بالك ولا يا مرات عمي؟ انا حسن الا لو الدنيا داست عليه وجات قالت له معلش بينسى على طول. انا عارف ان عقلك بيقول لك ان اللي حصل من ريتال كبير وصعب ان انا انساه، بس ده مش حقيقي. كنت مش عايز انسى، كنت جبتها تعيش معايا هنا، ما كنتش خدتها في حضن تاني. ولا يا مرات عمي؟ شوف الكلام خدنا كيف، ولا شربنا ولا كلنا حاجه، معقوله دي؟ كلامك حلو يا حسن وبيطمن القلب. والله انا اللي كنت طايقه نفسي ولا طايقه الدنيا. حبيبي
حببتني في الدنيا تاني يا حسن. هقوم امشي حبيبي. لا تمشي فين؟ طب قسما بالله لا هنقعد ولا نتكلم من الصبح. الله فيها مرض عمي ولا انت حابه قعده مروان وزينب اكتر؟ كان مفيش في العيله دي غير مروان وبس. تكي يا حسن. لا يا ابني كلكوا عندي غلاوه واحده صدقني يا حسن. طب اقعدي، انا اصلا عايز اتكلم معاكي في حاجه. قولي يا حبيبي انا سامعاك. عايزك تتكلمي مع ريتال، خليها تاخد بالها مني شويه. تاخد بالها ازاي يعني؟ مش فاهمه يا حسن. يعني تفكها شوي، عجلها قافل على النكد ورامي المفتاح في بير ملوش قرار. وانا خلاص والله يا حماتي خلاص زهقت من النكد. تكي يا حسن، حلوه حماتي دي قوي. اصلها يا حماتي صعبه قوي وعجلها قفل، صعيديه صعيديه يعني. عقلها فسفس بس غلبانه والله. وانت كمان طيب يا حسن. انا عايزك تضحكي، شوف الدنيا حلوه ازاي. كل ما تضحكي هتنسي اي هم. بقول لك ايه، انا جعان، تاكلي معايا ناكل جبنه قديمه وبصل اخضر. والله لا انت واكله معايا عشان تفتحي نفسي. ربنا يخليك لينا يا حسن، مش هوصيك. شيلي شام. انا مش عاوزك تقلق يا زينب. لا يا مروان، انا قلقانه وقلبي واكني عشان عارف ان القضيه دي مش سهله. ادعي ربنا ان الامور تمشي زي ما احنا عايزين. صدقني اللي احنا بنعمله ده حل مؤقت. ماما ومخبيينها ومش هتحضر الجلسه، يعني خلاص كده القضيه خلصت. ولا هنقول ان هي ماتت ونطلع لها بطاقه جديده باسم جديد زي ما نادي عملت؟ احنا مش عايزين نفكر في اللي جاي، خلينا نمشي واحده واحده. شاهده عارفه هي بتعمل ايه، وعزه محامي كبير وانا واثق فيه. انا عارفه انه عزه محامي شاطر ومتاكده انه شاهده هتعمل كل اللي عليها. بس يا مروان أنا قاعدة بفكر بشكل واقعي، مش عاوزة مسكنات. إحنا في مشكلة كبيرة يا مروان. ماما مسيرة هتيجي في القفص وهتتحاسب، وأنا لو ده حصل ممكن أموت فيها، وممكن أروح وأعترف وأقول أنا اللي عملت كده. إيه التفكير أنت بتفكري ده يا زينب؟ إهدي حبش الخاطر مروان حبيبك.